شفتي به مباشره معكم من وسط المدينه. شوم هذا السيد تبهدلو ما نحشم عليكم كتبهدلو. واحد الفنان مسكين تعرض للسرقه. لا وتبدلو لا ماشي انا قريتو ما قريتها بوه ما والو كنتي انت واش كنتي نستناك صاحبي وما كنتيش كدوي نعرفو صاحبي يعني كما كتلاحظوا فنان سناك تعرض للسرقه. شوم شوم كتبهدلو في واحد الممثل ديالنا وغزال والله راضي من اسمح لي اسمح لي عفوا تلك اسمح لي كنصور راه كريسو بحال ومن اللي كانوا كريسو فيك انت في حال سوق اه وانت اللي كانوا كريسو فيك انت سن على الشيطان سير الشوم انا شوم انا شوم فنان بحال هكا راه فنان وداو لي السرقه حال واحد يدك والله يديك لا انا كنحزان ما كتبش ايوا صافي ولا صافي يلا صافي لا صافي غالي صافي لا انا كنحزان يلا صافي يلا صافي نظرا يلا صافي هاد السيد عطا الفن المغربي لا هاد الشيء قولوا الشفاره اللي قريتو ماشي حنا اجا اجنك واش الدولي ديالو؟ اش فروز اش دولي؟ عرفت والله انا جا عندي هي فاش عيط لي دابا صافي اش قال لك اش دولي اش قال لك الدولي كيساوني قال لك دولي مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا واحد الفنان المغربي تعرض للسرقه مابقاش تسمي يا صاحبي مابقاش تسمي حيت السميات يعني كما كتلاحظوا المشاهدين الكرام وصافي يا صاحبي صافي هذا الممثل المغربي تعرض للسرقه بالعنف وهربوا في طاكسي احمر كما كتلاحظوا المشاهدين الكرام امامكم ممثل سناك تعرض للسرقه بالعنف وسط المدينة الكرام السرقة في اللحظات وسط المدينة بعد خروجي من أحد الحانات لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفنان سناك تعرض للسرقة المواطنين اللي غيشدوا لي طاكسي في هذه اللحظات تعرض للسرقه مسكين بعد خروجي من احد الحانات مشاهدينا الكرام مباشره من وسط المدينه الفنان سناك تعرض للسرقه بالعنف وركبوا في طاكسي وهربوا ساك فيه الوراق وفيه شحال من حاجه ديالو غير المواطنين اللي غادي يصيفطوا مسكين في طاكسي راه في حاله غير طبيعيه تعرض للسرقه ملي خرج من الحاله يعني الناس كتسنى باش يشوفوا لي طاكسي ما عندوش حتى ريال داو ليه كلشي وخلاهم هو الفنان امامكم مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي البث الى اللقاء.